رحبوا معانا بالجنرال جابر الكاسر. من يوم جمعنا الكتاب مرضى عليه ولا ساوي البشر والقلوب بالقلب فيه. يلا انتوا اللي تقولون يلا. اي والله ولا عدت السجن خيلا الحوجة ولا عدت السجن لا سحبت السيف لا جرب من جراب لا سحبت السيف لا جرب من جراب يلا بس ما صدقت فوق فوق عمار يا دار. نشكر هيئة الترفيه ممثلة بمعالي المستشار تركي آل الشيخ. ورحبوا معي الآن بالفنان الكبير ومخاوي الليل خالد عبد الرحمن. افرح يا بلد خلي احتاجك ضحوك دونك رجال في وقت الشتاء يدأمان كلهم من تعابير الغلا نقوك لبسة وترابك الغالي وفا وامتنان. افرح يا بلد خلي احتاجك ضحوك دونك رجال في وقت الشتاء يدأمان كل الله كريم الله الله يا أحلى نديم عزتي للحب لو يصبح يتيم حبك يتيم كلك ندم.